أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. حديثنا في هذا اليوم يتناول موضوع عفة اللسان وبذاءته. في هذا الموضوع أعني موضوع عفة اللسان وبذاءته، لا بد من مقدمة تشير إلى أن الخير الذي يصل إلى الإنسان من خلال لسانه خير لا حدود له. العبادة إنما يكون جزءها الأكبر من خلال حركة اللسان. أنت تصلي، كل هذه الصلاة بما فيها من حركات وأفعال لا بد أن يرافقها حركة لسان. تكبيرة الإحرام لا تحصل إلا بحركة اللسان، وقراءة الفاتحة والسورة كذلك، وذكر الركوع والسجود كذلك، والدعاء في القنوت والاستغفار كذلك. فالعمدة الأصلية في هذه الصلاة حركة اللسان، إذ لو فرضنا أن إنسانا صحيح اللسان ناطقا بالكلام تحرك هذه الحركات من دون أن يحرك لسانه لم تكن تلك صلاة. وهكذا مثل قراءة القرآن، من الواضح أن قراءة القرآن هي بتحريك اللسان مو فقط بالنظر، التلاوة إنما تتحقق بتحريك لسانك. حتى في الصلاة الإخفاتية لا بد أن تحرك اللسان، فلو أن إنسانا أمر في ذهنه سورة الفاتحة في الصلاة الإخفاتية من دون أن يحرك لسانه لم يكن قد قرأ سورة الفاتحة. هذا في العبادة. وفي العلم، العلم إنما ينتقل في جزئه الأعظم بالتعليم، والتعليم راجع إلى النطق واللسان. الآن الطالب من الابتدائية إلى ما بعد الجامعة يحتاج إلى معلم ناطق متكلم حتى يتعلم. ذكر الله عز وجل كذلك، حاجات الإنسان في الحياة اليومية تجارته غالبا تقوم على أساس حركة اللسان. ولذلك فلا مقارنة بين نعمة اللسان إذا خلا من الآفات وبين ما يقابل اللسان والنطق وهو السكوت. ولذلك ورد في الحديث عن إمامنا زين العابدين عليه السلام أنه لما سئل عن الكلام والسكوت أيهما أفضل،
أن الإنسان يتكلم هذا أحسن أو أن يسكت هذا أحسن. شائع عند الناس إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، لكن هذا ليس صحيحا على إطلاقه. فأجاب عليه السلام في قوله لما سئل عن السكوت والكلام أيهما أفضل، قال لكل منهما آفات، فإذا سلم من الآفات كان الكلام أفضل من السكوت. السكوت له آفات وسلبيات، والكلام له آفات وسلبيات، فإذا ارتفعت هذه الآفات فرغ من الآفات كان الكلام خيرا من السكوت. كيف؟ قيل كيف ذلك يا ابن رسول الله؟ قال لأن الله عز وجل ما بعث الأنبياء والأوصياء بالسكوت. بعثة نبينا المصطفى محمد أنه جاء بشيرا ونذيرا، والتبشير والإنذار إنما هو من خلال الكلام، من خلال اللسان. أما لو فرضنا أن نبيا جاء وجلس ساكتا، كيف يهدي الناس وكيف يعظهم وكيف يعلمهم؟ وهكذا ما بلغ إلينا من علم أمير المؤمنين عليه السلام الذي وصل إلينا قسم منه في نهج البلاغة لم يأتي بالسكوت، وإنما أتى من خلال الكلام واللسان. إنما يقول الإمام عليه السلام إنما بعثهم بالكلام، ولا استحقت الجنة بالسكوت. الجنة مهرها الذكر، الذكر سواء الذكر القلبي يعني تذكر الله عز وجل، أو الذكر اللساني واللفظي، قول سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الصلاة على النبي وأمثال ذلك، هذه كلها إنما تكون من خلال الكلام واللسان. ولست حقت الجنة إلا بالكلام، ما استحقت بالسكوت. ولست وجبت ولاية الله بالسكوت، ولا توقيت النار بالسكوت، إنما ذلك كله بالكلام. فإذا هذا اللسان الذي فضل به أحد أنحاء تفضيل الإنسان على الحيوان العقل، وأحد أنحاء تفضيله اللسان الناطق الذي ينقل العلم والمعرفة. الحيوان لا يستطيع أن يصنع كما يصنع الإنسان. الجنة باللسان، البعثة من قبل الأنبياء وبلاغها شرائع الله عز وجل إنما هو من خلال اللسان، والجنة كذلك، واجتناب النار كذلك. هذا إذا خلي من الآفات، لكن أحيانا نفس هذا اللسان إذا طرأت عليه آفة تصفه الأحاديث بأن اللسان سبع، أو سبع إذا خلي عقر. شلون إذا حيوان مفترس ومتوحش بمجرد أن يفتح عنه القفص ويلقى عنه الحديد
يفترس الآخرين ويعقرهم، كذلك اللسان، فيصير ذاك اللسان اللي يستوجب به الإنسان الجنة يصبح سبعا متوحشا مفترسا. ومن تلك الآفات آفة بذاءة اللسان، وفي مقابلها من الأخلاق عفة اللسان. تارة يكون الإنسان عفيف اللسان، وأخرى يكون بذيء اللسان. وهذا في كل الأوقات لازم الإنسان يختبر نفسه. هناك قسم من الناس يقول استفزني فأنا سبيته وشتمته، هو هنا يتبين أن عندك عفة، أو ذاك البعيد عنده بذاءة. أما إذا واحد قاعد ومرتاح وشبعان ونفسيته من أحسن ما يكون، لا يتوقع منه بذاءة. متى يلاحظ أن هذا الإنسان عفيف اللسان؟ عندما يستفز، عندما يغضب، عندما يستدرج من خلال المواقف، هنا يتبين هل يحفظ لسانه ويحافظ على عفاف كلماته، أو ذاك البعيد يطلقها إنها ترمي عليهم بشرر كالقصر كما في الآية المباركة. لذلك وردت الروايات عندنا محذرة ومستنكرة على الإنسان البذيء في لسانه. سوف نعرض ماذا يعني أن يكون الإنسان بذيئا. ففي الحديث عن نبينا المصطفى محمد، أنه قال: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. الله سبحانه وتعالى يكره هذا الإنسان، يبغض هذا الإنسان، حتى وإن كان مسلما، حتى وإن كان مقيما للصلاة، لكنه إنسان فاحش الكلام، بذيء اللسان، غير محترم التعابير، هذا مبغوض عمله عند الله سبحانه وتعالى. وقد يسري بغض عمله إلى بغض ذاته، أن الله يبغض هذه الذات، هذا الإنسان نفسه، مو فقط عمله البذيء. في حديث عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يصفه بالسفه، فيقول: أسفه السفهاء، المتبجح بفحش الكلام. هناك قسم من الناس بعد نعوذ بالله منهم يمد خطوة للأمام، مو بس يغلط في لسانه ويكون كلامه كلاما سيئا، لا، يفتخر بذلك، يتبجح به، يقول لك غسلته غسل، ما خليت أب ولا أم ولا فوق ولا تحت إلا وجبته. هذا يعبر عنه الإمام عليه السلام بأنه أسفه السفهاء. السفيه هو فد مرتبة جدا نازلة، فكيف إذا كان أسفه السفهاء؟ وهناك روايات أخرى وممارسات أيضا، قيل إن الإمام الصادق عليه السلام كان له صديق مقرب منه، إلى حد أن الرواية تقول: لا يكاد يفارقه إذا ذهب مكانا. وين ما يروح الإمام الصادق مكان يروح وياه، مرافق إلى قريب من عنده. يقول: فبينما هو يمشي
في مكان في السوق ومعه غلام سندي ليس عربيا يمشي خلفهما، خلف الإمام وخلف سيده هذا صديق الإمام. فالتفت الرجل هذاك فلم يجد غلامه وراءه، مفروض يكون وراءه إذا احتاج إلى حاجة، هذا رأيه. إذ التفت الرجل يريد غلامه 3 مرات فلم يجده، فلما نظر في الرابعة وجده. افترض مثلا زحمة كان، أخرته الزحمة إلى أن وصل إليه، فقال له يا ابن الفاعلة أين كنت؟ يا ابن الفاعلة تعبير في اللغة العربية، اتهام فيه بالزنا لأم هذا الرجل، هذا الغلام. فرفع الإمام الصادق عليه السلام يده فصك فيه وجهه، ثم قال سبحان الله، تقذف أمه؟ قد كنت أرى لك ورعا فإذا ليس لك ورع. يستاهل الأمر أن تقول له هذا اللقب، لأنه مثلا تأخر عنك وعن ناظرك لبرهة من الزمن، مثلا على أثر زحام الطريق أو غير ذلك. يا ابن الفاعلة، أنا كنت أتصور أنك إنسان ورع. الورع مو واحد يمشي يواش يواش، الورع يمسك لسانه، يمسك يده، يمسك قلبه عن الحقد، ولسانه عن الفحش، ويده عن الاعتداء، هذا الورع. فإذا ليس لك ورع. فقال ذاك هم بعد الظاهر شايف قسم من الناس يعني عنده قوة عين، بدل ما يقول أنا آسف وهذا مثلا أستغفر الله من مثل هذا الأمر، لا، قسم من الناس شين وقوي عين حسب التعبير. فقال جعلت فداك يا ابن رسول الله، إن أمه سندية مشركة، هذه أمه واحدة من المشركين. فقال أما علمت أن لكل أمة نكاحا؟ هذه امرأة في بحسب قوانينهم تزوجها أبوه ضمن قانونهم، إذا قد ما يكون متفق مع قانوننا، ولكن هذا النكاح الموجود عندهم، لكل أمة نكاحا. تنحى عني الإمام، قال له خلص بعد، تنحى عني لا ترافقني. قال الراوي فما رأيته يمشي معه حتى فرق الموت بينهما، أصلا طرده الإمام، قال له ما ترافقني بعد خلاص، أنا من يرافقني المتورعون. وإنت مو بس مو متورع، غير متورع وتبرر عملك السيء أيضا. مثلا واحد يسب شخص تقول له لا ما يناسب منك هذا، يقول لك يستاهل، هذه الثانية أسوأ من الأولى، لأنها تبرير الخطأ، تبرير الذنب بأمر غير صحيح. هذه بذاءة لسان، أن إنسان يتكلم على شخص، على أمه، على أبيه، على نفسه. وهي تبدأ أيها الأحباب أحيانا من الصغر، ولذلك أمر التربية أمر مهم. إذا أنا في البيت لا سمح الله
تكلمت على زوجتي بكلمات سيئة ووصفتها بأوصاف قبيحة. نقلت لي بعض النساء قالت أنا مشكلتي ويا زوجي عندما يغضب ما يعرف كلمة في قاموسه سيئة إلا ويقولها وأمام أطفالي أيضا، فيها التهمة في العرض وفيها ما أدري غير. أنا زوجته وأم أولاده والأولاد يسمعون أيضا هذا الكلام، إذا غضب هذا خلص بعد. طيب طبعا هذا الطفل عندما ينشأ من عمره 3 سنوات 4 سنوات فصاعدا هو يسمع مثل هذا الكلام السيء، ماذا يتوقع عندما يكون كبيرا؟ بالتالي هو أيضا يتخذ أباه وأمه قدوة، نفس الشيء اللي يسمعه يخزنه ثم يعيد إخراجه من جديد. فيحتاج أن نعقم حسب التعبير بيئة المنزل من بذاءة اللسان، حتى على المستوى البسيط تغيير الأسماء حتى هذا لازم الإنسان يكون دقيق فيه. لا تنادي ابنك عبدوه وعلوه وما أدري كذا، هذه هي شيء تقول بسيط، لا هي هذه تكيف هذا الإنسان على أن يسمع كلاما غير صحيح وغير سليم. باكر هو أيضا يقوله إلى واحد آخر أكبر منه أو أصغر منه أو في الصف أو في المدرسة، طيب وهكذا. طيب لابد أن يحذر من هذا الأمر. يسمع والده في التليفون يتكلم ويا واحد عركة عنده ويا شخص، يا فاعل ويا تارك ويا ابن الفلان ويا ابن الفلانة. طيب إذا عندك كلام من هالنوع جنبه أبنائك، إذا عندك لا سمح الله كلام من هذا القبيل جنبيه بناتك، روحي إلى الغرفة واحكي، إذا ابتليتم فاستتروا. احنا نطمع في أن نفس الإنسان ينظف لسانه من مثل هذه العبارات. فالسباب، الشتائم، التهم، هذه ينبغي الإنسان أن يتركها وأن لا يتلفظها، ولا سيما إذا كان بمحضر من آخرين، وبشكل أخص إذا كان في حضور أسرته وعائلته وأهله لا سيما الأطفال. بل أكثر من هذا، حتى خارج إطار السباب والشتائم، حتى الكلمات النابية يعبرون عنها، يقولون مثل التعبير عن الأمور المستقبحة بالألفاظ الصريحة. أحيانا شيء معين سواء في بدن الإنسان أو في غيره، تارة إليه اللفظ الصريح مباشر وواضح. طيب هذا أيضا مما لا ينبغي، وفي بعض الحالات يعد بذاءة في اللسان. انتخب إليك لفظة كما ينتخب القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما يريد أن يعبر عن الجماع مثلا بين الرجل والمرأة ما يعبر بهذا التعبير، وإنما يقول فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، مباشرة، خلي البشرة على البشرة. أو في مكان آخر يقول أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، أو مثل أحل لكم ليلة الصيام
الرفث إلى نسائكم وأمثال هذا. بينما قد تجد قسم من الناس لا يعبر لك عن هذه الكلمات، عن هذا الفعل بألفاظ مباشرة جنسية واضحة صريحة في مسمع ومرأة، أحيانا حتى ممن هو دون سن أن يسمع هذه الكلمات، وهذا فيه خدش لبراءة وطهارة مثلا الطفل أو الطفلة. القرآن في توجيهات عندنا في الروايات أنه يستحب للفتيات أن يتعلمن سورة النور قبل أن يتعلمن سورة يوسف. ليش؟ لأن سورة النور فيها الطابع العام لها طابع نورانية، توجيهات أخلاقية، سمو، أحكام شرعية، سورة النور فيها هذا. لكن في قصة يوسف مع أن القرآن الكريم عالجها بأفضل ما يمكن معالجته من خلال الألفاظ، ولكن حيث أن القصة في جزء منها في جانب دعوة إلى الممارسة الجنسية من قبل امرأة العزيز، فيقول لك روح علمها تلك السورة، أعطيها الأرضية الأخلاقية اللازمة قبل أن تنفتح على أمر العلاقة الجنسية وعلاقة الحب وما شابه ذلك. فالقرآن لا يباشر في الكلام، إذا أراد أن يتحدث عن عملية الإفراغ والإخراج أكو إليها ألفاظ جدا مباشرة ومستهجنة، وعند قسم من الناس غير الواعين هي هذه الألفاظ هي المحبذة عندهم. لكن القرآن الكريم عندما يتحدث عنها ماذا يقول؟ أو جاء أحد منكم من الغائط. غائط تدري معناه شنو؟ يعني المكان المنخفض. يقول ذهبنا إلى غائط من الأرض، غائط من الأرض يعني مكان منحدر. بعدين عرف وكان الناس إذا أرادوا أن يقوموا بهذه العملية، عملية الإخراج، كانوا يذهبون إلى هذه الأماكن حيث لم يكن في تلك الفترات الحمامات وبيوت الخلاء في البيوت، فكانوا يذهبون يبعدون المرمى كما يقولون، ويبعدون في السير وينزلون في منخفض من الأرض حتى لا يروا. فالقرآن الكريم قال هل عملية هذه بدل ما يستخدم اللفظ المباشر اللي فيه نوع من الهجنة ونوع من البذاء، قال أو جاء أحد منكم من الغائط. طيب، فأنت تجد هذه أمور مع أنها أمور معتادة للناس من العلاقة الجنسية أو الإفراغ من البدن أو غير ذلك، إلا أنه مع ذلك يريد أن يعلمنا عفة اللسان بهذا المقدار. وإلا قد يتعود الإنسان يبدأ من كلمات بسيطة فلا يرى فيها مشكلة، ثم كلمات شوية أعظم لا يراها مشكلة. طيب، والجو اللي حوله أيضا قد يساعده. ويقول بعض الباحثين أن اللي يستخدم مثل هذه العبارات ومثل هذه الكلمات، سباب، شتائم، ألفاظ مباشرة، غير ذلك، لازم واحد يبحث أن وضعه النفسي هذا وضع غير طبيعي، لأن الإنسان فطر وخلق ومعه الحياء، والحياء شعبة من الإيمان. هذا ما يرتبط بالقول المشهور لا حياء في الدين، لا، كل الحياء في الدين، كل الحياء في الدين،
نعم لا ينبغي أن يخجل الإنسان في مسائله الشرعية ويظل مثلا مدة من الزمان وضعه في وضع الجاهلين لأنه خجلان ما يريد يسأل عن غسل الجنابة، لا هنا لا ينبغي الخجل. أما الحياء فهو شعبة من الإيمان، بل هو كل الإيمان، الحياء كل الحياء في الدين. فإذا شفت واحد ليس من هذا القبيل لازم تشوف أن أمره هذا أمر غير طبيعي. ينقلون وننهي بهذا الحديث عن الحطيئة جرول العبسي، هذا شاعر جاهلي أكثر وقته كان في زمان الجاهلية وأدرك الإسلام أيضا، أسلم بعد وفاة رسول الله لم يدرك النبي، وهو مضرب المثل في الهجاء وفي سلاطة اللسان. كان أيضا حسب ما ينقلون في أحواله ولد من جارية ولم يعرف والده، يعني هذه فد نقطة من النقاط اللي ربما جعلت هذا الشخص عندما يكبر وينمو يكبر ناقما وتنتهي إلى خلل نفسي. ليش عندنا إحنا في الإسلام تشريعات تؤكد على جانب العفاف الجنسي، ليصير اختلاط في الأنساب، ليصير اختلاط في الأرحام، عدة لازم تكون موجودة، ما أدري كل هذه الأمور، استبراء الرحم غير ذلك، حتى لا يطلع الطفل ومعه مشاكل نفسية، واحد من الأغراض هذا. فهذا الرجل عندما نما صارت عنده قدرة شعرية قوية جدا، وأصبح يتكسب بالهجاء. أكو واحد يتكسب مثلا بالبيع والشراء، هذا يتكسب بالهجاء، يعني يروح يمدح إليه زيد من الناس إن أكرمه، والكرامة اللي ذاك يتوقعها، إذا يتوقع منه 1000 غير ما إذا أعطاه 200 و300، فإن أعطاه شيئا وافيا كف حاله، وأما إن حرمه أو أعطاه شيئا ناقصا فيا ويله ويا سواد ليله كما يقولون. وللأسف هاي ترى مو بس في الجاهلية، الآن هم أكو قسم من الناس هكذا يسترزقون بالهجاء. فذهب إلى أحدهم اسمه الزبرقان ابن بدر التميمي فمدحه بقصيدة، الظاهر ذاك أعطاه مبلغ بسيط، فهذا رجعه بقصيدة أخرى مطلعها دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. هذا الزبرقان تأذى منه، وكان زمان الخليفة الثاني يعرف أن هذا لسان سليط وشعره يبقى ويذهب، فذهب واشتكى عند الخليفة الثاني أنه هذا قاعد يهجوني يتكلم علي. قيل أن الخليفة الثاني لما قرئ عليه هذا البيت قال أنا ما أدري هذا مدح له هجاء، لأنه بالتالي مثل هذه فنون، مش لون الرسم مثلا يجيبون إليك رسم معين سوريالي تقول والله هذه خرابيش حتى 10 ريال ما أشتريها، يقول العم هذا رسم ما أدري فلان فنان معروض ب50 مليون. طيب فيحتاج كل واحد إلى شخص عنده خبرة. فالخليفة الثاني قال ما أدري هذا الحين فعلا هجاه لو مدحه لو شلون. ف
فحكم حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت أيضا شاعر قدير، فسأل قال له هل هجاه بهالبيت هذا يعني هجاه؟ قال لا، تكرمون سلح عليه. سلح عليه يعني ذهب إلى الحمام وفعل ما فعل، يعني في غاية الإقذاع هذا الشعر. وأمثال ذلك كان معروف إلى حد أنه حتى أمه هجاها، هجا أمه فقال أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين. الكانون يعني الشخص الثقيل اللي يقتل الإنسان بثقله، فيقول لها أنت إذا واحد يعطيش سر مثل الغربال المصفات بس تحطها الصوب يسمر من ذاك الصوب. وكانونا يعني من ثقل ظلش، من ثقلش على المتحدث بلغت الغاية. جزاك الله، يقول شوف يعني هاللسان سبحان الله إذا ما عفى الإنسان لسانه وصار تكسبه به شي يصير عليه. جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين. حياتك ما علمت حياة سوء، حياتك ما علمت حياة سوء، وموتك قد يسر الصالحين. فهذا مثلا هجاء إلى أمه، هجى والده أيضا، والده المفترض لأنه والده الحقيقي غير معروف، والده الافتراضي أيضا هجاه. آخر شي شاف فد يوم من الأيام جلس صباحا وقال أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بهجو فما أدري لمن أنا قائله. أنا قاعد اليوم من الصبح وأريد أتريق على أن أهجو أحد بس ما أدري أهجو من. فنظر في المرآة أو في الماء فرأى وجهه، قال حصلنا هذا. فبدأ يهجو نفسه وقال أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله. أن يبدأ بأن يهجو غيره لأن واحد ما أعطاه فلوس، ثم يهجو أمه، ثم يهجو أباه، ثم يهجو نفسه. إذا تعود الإنسان واللسان على البذاء أو برر إلى نفسه أنا كنت في حالة غضب، ما أعطاني هذا الشيء اللي أبغاه، ما سوى إلي كذا، أنا كنت من فعل، هذه كلها تبريرات غير صحيحة وغير سليمة. بئس الإنسان الفاحش المتفحش. إن الله، يقول النبي، إن الله ليبغض البذيء الفاحش وأسفه السفهاء المتبجح ببذاءة اللسان كما في الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا عفة اللسان وعفة الجنان وعفة اليدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.